مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. سنتعلم كيف نقوم بتنفيذ أوامر شيل من داخل منصة نود جي اس وكتابة الأوتبوت في ريكوست الخاصة عفوا في ريسبونس الخاصة بالـ HTTP، حيث يساعدنا هذا الموديل في تنفيذ تعليمات الشيل. حيث يقوم بخلق بروسيس وتنفيذ الأوامر بداخله، والنتيجة هي عبارة عن std error و std out. نقوم بتحميل var child process require child process. نقوم أيضا بتحميل sub module الاكسو الخاص بتنفيذ التعليمات. مثلا نستطيع القيام ب child process، ومثلا تعليمنا التعليمة التي اخترتها فهي تعليمات sensors، وهي خاصة بإظهار حرارة المعالجات في النظام، وأظن أن هذه التعليمة فهي مهمة كفاية ليتم إظهارها على الويب. sensors function std exe. في الأول الإيرور، أي نتيجة العملية، والstd out ستيت ايغور الخاصة بالتعليمة. في حالة الايغور كما العادة نطبع الايغور. في حالة عدم تواجد الايغور نتفقد، اذا كانت ستيت ايغور موجودة نطبع ستيت ايغور، اذا لم تكن ستيت ايغور فان ناتج الامر فهو صحيح، أي يقوم بكتابة نتيجة إلى الاستد اوت، فإننا نقوم بطبع نتيجة الاستد اوت. كود سورس فهو الدرس السادس كما ترون. فقد قام نود جي اس بتنفيذ العملية وكتابة النتيجة إلى الاستد اوت. ما نستطيع فعله هو كتابة هذه النتيجة في الريسبونس الخاصة بالـ HTTP. نقوم بتحميل HTTP وخلق سيرفر HTTP create server functional request response. نقوم بوضع هذه الأشياء بالداخل، نقوم بعملية الإيدونتاسيون سيرفر listen هنا. نقوم بتغيير الكونسول لوج الى الريسبونس اند. اظن ان النتيجه ليست جيسون، لا يجب القيام بسترينجيفاي، فقط الكتابه والاغلاق. هنا نقوم باستبدال الكونسول لوج بريسبونس اند، لاننا نكتب في الريسبونس الخاصه بالكلاينت. هنا السرعه، لا داعي للسرعة، نسيت القيام بهذا الأمر. من نافذة أخرى ننادي على تعليمات كورل و xget. كما تلاحظون فإن نتيجة تعليمات سنسور يقوم بكتابتها في الريسبونس.
كما ترون فإن نتيجة تعليمات sensors فهي تظهر في response. نستطيع أيضا القيام بتطبيقات جد مثيرة، مثلا نستطيع نحن إرسال الكوموند التي نريد تنفيذها، إلا أن هذا الشيء سيتطلب بعض العمل، ونقوم بالتعرف على نوع الميثود. أولا switch request method سنرسلها على شكل بوست و default is end. هنا سأقوم بأخذ هذه القطعة من الكودات السابقة لاختصار الوقت. هنا var yes require query string. هنا نقوم بعملية parse للبوست، parse post request function data var parsed data yes parse data. افترض اني ارسل المعلومات بهذا الشكل، مثلا سامد ايغال اليس، ان المفتاح هو كلمة سامد. نقوم هنا باستبدال الامور، واستبدال تعليمات سنسور فهي ستاتيك ب بارسيت داتا بوان سامتي. في حالة ايغور يتبع ليغور، في حالة ستيتي ايغور يتبع ستيتي ايغور، في حالة النتيجة يتبع ستيتي اوت، ها يقوم بالبريك. هنا نستبدل فعل جيت بالبوست ودي سامتي ايغال اليس. كما ترون لقد قمنا بتنفيذ تعليمة ls، وهذه هي النتيجة. قمنا ب lsl فإن النتيجة هي lsl. استطيع أيضا القيام بتعليمات سنسور، أو مثلا cat etc hosts. كما تلاحظون فإن الأمور تشتغل بنجاح، حيث قمنا بخلق API فهي عبارة عن RPC عن طريق ال HTTP. نستطيع إرسال اسم التعليمة مع البارامترات ويقوم بكتابتها، مثلا شيء عشوائي لا يحدث أي شيء، يتوقف السيرفر عن العمل لأننا نقوم بتنفيذ التعليمة. هنا التعليمة المرسلة فهي غير موجودة، لهذا توقف السيرفر عن العمل. يقول لي أن الآلة فهي أوبونتو. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص بتنفيذ تعليمات شيل من داخل منصة نود جي إس، وشكراً.